الصبي الذي رقص إلى جانب الموسيقي الكوري الجنوبي ساي يطمح أن تكون له مسيرته الفنية الخاصة. هوانغ مين وو يبلغ من العمر 7 سنوات وبات يلقب بساي الصغير، وكان اشتهر بظهوره في فيديو كليب أغنية غانغنام ستايل التي حصدت على موقع يوتيوب منذ يوليو تموز الماضي نحو 1.4 مليار مشاهدة. أريد أن أكون مغنيا عظيما مثل ساي وأن تكون أغاني من أشهر الأغاني. أيها العم ساي احذر، فها أنا مستعد. مقلدا أسلوب ساي في الفيديو كليب بالبزة والنظارات السوداء، حصد هوانغ الإعجاب حين اعتلى مسرح جامعة في كوريا الجنوبية منشدا أغنية الشهيرة. ويبدو أن طموحات ساي الصغير بدأت تتحقق، فهو سيطلق الأسبوع المقبل أغنية جديدة عبر موقع آيتيونز، وها هو في سن 7 يعتبر من الوجوه الجديدة لموسيقى البوب في كوريا الجنوبية. جاد خليل، BBC.